الحقيقة عشان يبقى كمان في استغلال لطاقات الولاد من ذوي الهمم واستغلال لمهاراتهم في سوق العمل، كمان تم إطلاق منصة الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة للتطوير والوصول إلى فرص وظيفية أفضل، طبعا للمؤهل نوع الإعاقة مكان سكنهم على مستوى الجمهورية. احنا بنتكلم عن استثمار طاقات ومواهب ومهارات لمواطنين مصريين عايزين بس الفرصة. فخبر جميل عن فتح باب تقديم لمعرض باب رزق 2، هينطلق في الإسكندرية إن شاء الله من يوم 10 ليوم 12 ديسمبر الجاري، والمعرض ده يعني هيتم تخصيصه لأصحاب الحرف اليدوية من ذوي الهمم علشان يعرضوا منتجاتهم مجانا في منطقة المنظرة. فيا رب كل التوفيق ليهم ويبقى معرض جميل بإذن الله. هقول لك بقى يا شيرين هنقدم ازاي. التقديم للاشتراك في هذا المعرض هيكون عن طريق ارسال رساله فيها الاسم والرقم القومي ورقم التليفون وايه المنتج اللي بيقدمه يعني واحد من ذوي الهمم وصوره المنتج كمان وطريقه عرضه، يعني ده من خلال صفحه الاداره المركزيه للسياحه والمصايف على الفيسبوك. يعني خلاص في مبادرة، يعني دي مبادرة جميلة جدا وأكيد هتفرق كتير جدا في تشجيع ولادنا من ذوي الهمم، كمان بتخلينا نشوف قد إيه هم فعلا مبدعين وبيبهرونا بنجاحاتهم في كل المجالات لما بنديهم فرصة. لما بنكتبهم ونخبيهم بقى ونعمل مشاكل ونتنمر عليهم مش هيدونا حاجة، فده وسيلة إن احنا نعرفهم أكتر ونقدر اللي هم بيعلموا ونعرف إن عندهم إمكانيات لا أول لها ولا آخر. كل سنة وهم طيبين وكل سنة وذوي الهمم متميزين.